Cuba y el Centro para el Control Estatal de Medicamentos autoriza el uso de emergencia de la vacuna Soberana Plus en mayores de 19 años. Estados Unidos ha batido otro récord mundial de COVID-19, esta vez con más de 1 millón de contagios. En Cuba destacan los resultados positivos en las fases finales del desarrollo de varias vacunas. Tras la llegada de las vacunas de Pfizer y BioNTech, las autoridades libanesas activaron rápidamente su plan de vacunación a trabajadores de la salud. Vuelve a hacerse fuerte en el centro y este de Europa, que registran récords diarios de contagios. Las autoridades sanitarias cubanas anuncian que la isla debería llegar al 1 millón de dosis de las vacunas Soberana 01 y Soberana 02 para abril. Actualmente, el país planea producir 100 millones de fármacos para cubrir las necesidades tanto de su población como de otros países. Cuba ha presentado a la opinión pública nacional e internacional cómo marchan hasta la actualidad sus 4 candidatos vacunales contra la COVID-19. El país culminó la producción de todas las dosis necesarias para completar la inmunización del 100% de sus habitantes. نحن في العام 2021 ومنذ نحو عامين تقريباً انتشر وباء مميت وضع البشرية برمتها على المحك، والعالم اليوم ينقسم إلى دول عظمى قادرة على إنتاج اللقاحات الخاصة بها وبيعها أيضاً بأثمان باهظة جداً، وبقية العالم المؤلف من الدول الأكثر فقراً والتي ربما سينتظر بعضها طويلاً ومن دون طائل للحصول على اللقاح المنقذ. كوبا هي أول دولة في أمريكا اللاتينية استطاعت إنتاج لقاحات خاصة بها في زمن قياسي حقاً. حدث ذلك وسط وضع اقتصادي صعب فعلاً ناجماً عن أكثر من 60 عاماً من الحصار. هذا الحصار الذي تم تشديده بوحشية خاصة في خضم الوباء، ما يدل على طبيعته الإجرامية. الأمر الذي يجعلنا نتساءل كيف يمكن لبلد بموارد قليلة جداً ومحاصر ومحظور أن يكون قادراً على احتواء انتشار الفيروس كما حصل في أنحاء أخرى من العالم، وعلاوة على ذلك أن ينتج لقاحات خاصة به. إنها قطعة أخرى تضاف إلى اللغز الكوبي. أيلين رودريغيز. بعد الأعوام القاسية في عقد التسعينيات التي عاشتها كوبا، قامت القيادة الثورية بإنعاش الحياة الوطنية مجدداً من خلال عملية سميت معركة الأفكار، والتي تهدف إلى تنشيط البرامج الهادفة إلى منفعة الشعب مثل معلمي ومدربي الفنون والناشطين الاجتماعيين. تم تعزيز برامج إعداد المعلمين وتعميم المزيد من فروع كليات التعليم العالي لتسهيل عملية تحصيل الدراسة الجامعية. فكانت العملية الثورية تواكب وتتغير في سبيل تحقيق عدالة اجتماعية أكبر في أمة كانت قد خبرت حتى ذاك العقد أكثر من 40 عاماً من المقاومة في وجه إمبراطورية الولايات المتحدة العظمى. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional.
es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. لقد أتى زمن كانت فيه الثورة الكوبية العملية الوحيدة التي أبقت الشعلة مشتعلة، شعلة التحرر، شعلة الفكر البوليفاري، وإلى حد ما شعلة مشروع توحيد أمريكا اللاتينية. ببساطة أكثر، أبقت شعلة كرامة أمريكا اللاتينية مضاءة. منذ أن كنا شباناً يافعين، نحن مناضلو حقبة نهوض اليسار الفنزويلي، فإن مرجعيتنا الأساسية والمهمة في نضالنا كانت دوماً الثورة الكوبية. إن هذا التأثير بالطبع كان له دور في إعداد هوغو تشافيز كقائد، القائد الذي عرفه العالم لاحقاً قائداً للثورة البوليفارية. في عام 1994، بعد أن حدث تمرد عسكري في فنزويلا بقيادة مقدم اسمه هوغو تشافيز، حاول من خلاله إطاحة رئيس اجتماعي ديمقراطي، والذي كان أيضاً رئيساً للاشتراكية الدولية، وبالتالي كان من البديهي أن تكون قراءة اليسار العالمي بشكل عام لهذا الحدث أن الأمر يتعلق بعسكري آخر من أولئك العساكر الذين يريدون إطاحة إحدى الديمقراطيات الوحيدة حينذاك في فنزويلا. وبالتالي لحسن الحظ لم يكتب لهذا التمرد أو محاولة الانقلاب تلك، هكذا كان ينظر إلى الأمر، لم يكتب لتلك المحاولة النجاح، وقد تم زج هذا العسكري في السجن. بينما يمكننا القول إن فيدل كانت لديه قراءة أخرى مغايرة. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. مكث تشافيز في السجن من عام 92 حتى عام 94، وتفاجأ تشافيز بأن لا أحد من زعماء اليسار في أمريكا اللاتينية أو على مستوى العالم كان قد أرسل إليه رسالة بعد انتفاضته ضد حكومة يعتبرها منافقة وسلطة تختبئ خلف قناع الديمقراطية أو حتى الاشتراكية الديمقراطية، وتطبق سياسة مبنية على الظلم والعنف المفرط ضد الشعب. ولكن يقول تشافيز، فجأة وصلني نص مقابلة مع فيدل كاسترو أجراها توماس بورخي، وفيها يقول توماس بورخي لفيدل كاسترو: ما رأيكم بما يحصل في أمريكا اللاتينية؟ كم هو محزن رؤية أنه حتى رئيس اجتماعي ديمقراطي مثل كارلوس أندريس بيريز كان ضحية لمحاولة انقلاب عسكري. وفي معرض إجابة فيدل يقول تشافيز: فيدل لم يستخدم مصطلح انقلاب عسكري لا يبرر التمرد العسكري، لكنه في الوقت نفسه لا يدينه. ويقول تشافيز: لقد رأيت في ذلك رسالة يرسلها إلي فيدل. Gracias a la buena periodista que le gusta.
لاحظ فيديل المؤهلات القيادية لدى تشافيز، وبالتالي عندما فاز تشافيز في الانتخابات في كانون الأول ديسمبر من عام 98 وتولى السلطة في كانون الثاني يناير، وجه دعوة لفيديل في شباط فبراير من عام 1999. وبدءا من تلك اللحظة نشأت علاقة ستكون حاسمة في تأثيرها على عمليات كانت قد بدأت تتشكل فعليا. إن انتصار تشافيز سيحفز انتصار لولا دا سيلفا في البرازيل، وانتصار إيفو موراليس في بوليفيا، وانتصار رافائيل كوريا في الإكوادور، وكشنر في الأرجنتين. ومن ثم تكون سياق لم يسبق له مثيل في تاريخ أمريكا اللاتينية بعد 10 سنوات من سقوط جدار برلين، وحيث كان يعتقد أن الاشتراكية ليس لها أي مستقبل. في الواقع تحولت أمريكا اللاتينية في هذا السياق لتصبح أكثر مكان في العالم تطبق فيه حكومات عديدة سياسات التحول الاجتماعي على نطاق واسع. Decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Solo unidos podremos hacerlo. Termino con el alma, con la frase de Martí. Llegó la hora de la segunda independencia de los pueblos de la América. Ha llegado la hora. شكل العقد الأول من القرن 21 أعواماً ذهبية بالنسبة إلى اليسار في أمريكا اللاتينية. ففي هافانا وقع كل من فيديل كاسترو وهوغو تشافيز وثيقة إطلاق منظمة الخيار البوليفاري لشعوب قارتنا الأمريكية ألبا. وبدأت برامج ومشاريع وآليات اقتصادية وتضامنية تكاملية مثل بيترو كاريبي، وأيضا البعثات التي أعادت البصر إلى ملايين الفقراء في القارة أو تلك التي محت الأمية في قطاعات سكانية كاملة، كلها مشاريع دعمتها كوبا بالآلاف من معلميها وأطبائها. Por esos nobles, constructivos y pacíficos esfuerzos, el gobierno imperialista acusa a Venezuela y a Cuba, a Chávez y a Castro de desestabilizar y subvertir a los países de la región. Ante semejantes imputaciones a Venezuela y a Cuba, si el presidente Chávez estuviera de acuerdo, un día como hoy sería la ocasión propicia para responder, condenando. No importa, la historia nos absolverá. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. De Chávez pudiéramos estar hablando horas, incluso días. Lo más importante es que luchemos por la unidad de cada pueblo, la del pueblo venezolano, la del pueblo cubano, los pueblos caribeños, los pueblos de la América Latina. Ya él entró por la puerta grande en la historia y nadie podrá cerrar esa puerta ni olvidar lo que ha sucedido. El pueblo venezolano sabrá defender su conquista y nosotros, como hasta ahora, estaremos junto a ellos, rodilla en tierra. في عام 2006 أبعد المرض القائد العام فيديل كاسترو عن الحياة العامة، وذلك قبل بضعة أشهر من إتمامه عامه 80. فالقائد الكوبي تخلى عن جميع مناصبه وأطلق على نفسه تسمية جندي الأفكار، الأفكار التي لم يتوقف أبداً عن مشاركتها مع شعبه عبر تأملاته المتواصلة التي كان ينشرها في الصحافة الوطنية بشأن الأحداث والقضايا المطروحة على الأجندة العامة والتحديات التي تواجهها البشرية. وفي عام 2008 انتخب شقيقه قائد الجيش راول كاسترو رئيساً للبلاد.
وحصلت تعديلات في قانون الهجرة، وجرى التفاوض بشأن الديون مع منتدى باريس، وأقر مزيدا من الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وأقرت أشكال جديدة لإدارة الاقتصاد عبر تعنيات وعمال غير حكوميين، وكلها كانت أمورا جديدة أدت إلى تحسين الحياة في كوبا بشكل عام. وفي 17 من كانون الأول ديسمبر من عام 2014 أعلن الرئيسان الكوبي راول كاسترو والأمريكي باراك أوباما عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أكثر من 60 عاماً من القطيعة. Resultado de un diálogo al más alto nivel que incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama se ha podido avanzar en la solución de algunos temas de interés. Un enfoque desactualizado que ha fallado en nuestros intereses y en su lugar vamos a comenzar a normalizar las relaciones. Debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. بالتوازي مع عملية عودة العلاقات هذه، تم التفاوض على اتفاق إنساني سمح بعودة 3 من الأسرى الكوبيين 5 إلى الجزيرة، والذين كانوا لا يزالون محتجزين في سجون الولايات المتحدة، متهمين زوراً وبهتاناً بالتجسس على الولايات المتحدة. هيراردو هرنانديز هو واحد من أولئك الرجال المحكومين ظلماً بالسجن المؤبد مرتين وبضع سنوات أخرى من السجن، وقد سجن كرفاقه 16 عاماً بتهمة ارتكاب جريمة مكافحة الإرهاب الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد كوبا من دون أي مساءلة منذ عقود. عندما علمنا في اليوم السابق أننا سنغادر إلى كوبا حيث أخبرونا بذلك تحديداً في 16 من كانون الأول ديسمبر، على الفور بدأنا نحلل ونتأمل ما يحصل من حولنا، فكل شيء حدث على عجل إلى درجة أننا قلنا لأحد مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية الذين كانوا هناك، قلت لهم حسناً أتصور أنكم تدركون أننا جميعاً نمر بلحظة تاريخية، قلت ذلك لأنني كنت أحاول أن أتخيل أن هناك أفقاً ما خلف هذه الخطوة الشجاعة وهذه المبادرة التي تمثلت في الإفراج عن بعض الأشخاص هناك وفي الوقت نفسه في إطلاق سراح بعض الأشخاص هنا. كنا نتصور أن أمر ما حصل ويمكنه أن يفتح أبواباً، لكننا لم نكن نعرف شيئاً دقيقاً على الإطلاق بشأن حجم التقدم الذي تم إحرازه وأنه قد تم اتخاذ قرار بعودة العلاقات وما إلى ذلك. فنحن علمنا بكل ذلك بعد أن وصلنا إلى هنا ونحن جالسون بالتحديد أمام راول، وتحديداً عندما كان راول يقرأ تلك الوثيقة التي أطلع من خلالها الشعب الكوبي على ما كان يجري. كان قد تم اعتقال المناضلين 5 في عام 1998، وكانت مهمتهم الحقيقية هي الحصول على معلومات عن خطط المنظمات المعادية للثورة والتي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، حيث تقوم بأعمال إرهابية موثقة ضد كوبا. رغم ذلك أخضع 5 لمحاكمة جرى التلاعب بها في مدينة ميامي التي تتميز بعدائها المطلق لكوبا والتي تهيمن عليها المافيا من أصل كوبي، حيث إن من المستحيل إجراء محاكمة عادلة ونزيهة. هناك أطلقت القطاعات المعادية لكوبا في فلوريدا حملة إعلامية مضللة ومكثفة للضغط على الرأي العام وعلى هيئة المحلفين، وقد أدانها محامو الدفاع مراراً وتكراراً، وبعد محاكمة غير شرعية رفضت القاضية أي عذر تخفيفي من قبل الدفاع، وتبنت كل الظروف المشددة التي طلبت بها النيابة العامة فاتخذت بحقهم أحكاماً شديدة وظالمة. وهكذا تم إرسال الشبان 5 إلى سجون في ولايات مختلفة ومتباعدة. هذا الخبر كان متواصلاً ودائماً صباحاً وظهراً ومساءً في وسائل الإعلام في ميامي، لكنه كان سراً عتم عليه في بقية وسائل الإعلام في الولايات المتحدة. كان يجب علينا الكفاح بضراوة لكسر وتفتيت جدار الصمت المطبق هذا حول القضية، ولقد تحقق ذلك إلى حد ما بفضل مجموعات ومنظمات التضامن التي قامت حقيقة بمجهود رائع. بالنسبة إلينا أتت لحظة شعرنا فيها بالتكاتف الكبير معنا،
وهذا كان يقلل من صعوبة أزمتك، كأن تبرمج نفسك وتقول سوف أخرج يوما ما، وأتى وقت لم يكن فيه ذلك الأمر صعبا جدا، حيث لديك شعب بأكمله خلفك يساندك منذ أن تم إعلان القضية، كما كان يساندنا أصدقاء من لبنان ومن أماكن أخرى في العالم، يساندون المعتقلين الخمسة ويتظاهرون من أجلهم ويرسلون لنا صورا عن تلك المسيرات وتلك التظاهرات أمام قنصليات وسفارات الولايات المتحدة. No pensamos en una batalla de meses. Tal vez sea una batalla de años. Y les digo que esa acusación la haremos polvo. La inocencia de esos patriotas es total. Solo les digo una cosa, volverán. كانت الأيام في زنازين العقاب قاسية جداً، فقد وضعوني فيما يسمى الحفرة أو السجن الانفرادي. كان ذلك في العام الذي جرى فيه غزو العراق، وبشكل آلي وضعونا نحن الخمسة في خمسة سجون مختلفة. وضعوا كل منا في زنزانة الحفرة مع تعليمات بأنه لا يمكننا التواصل مع أي شخص على الإطلاق بينما نحن هناك، أي في الحفرة. الرجل الذي كان ينظف الممرات كان كوبياً، فاقترب مني على الفور وسألني عما حصل معي وإذا كان بإمكانه أن يجلب لي مجلة أو شيئاً آخر، لكن الحراس شاهدوه وقالوا حسناً، إذن هنا لن نستطيع تطبيق الأوامر بعدم تواصلكم مع أي أحد. لذا وضعوني في قسم مؤلف من 10 زنازين كانت في قبو تحت الحفرة، وهذا القسم يسمونه الصندوق. تخيل ذلك، كان الأمر فظيعاً. عندما كان السجناء في الزنزانات في الطابق العلوي يفرغون المرحاض، كان يتدفق الماء القذر عبر الجدران. كان له بابان وليس فيه نوافذ، بابان فقط، أحدهما كهربائي والآخر شبك معدني، وكلاهما كان مغلقاً. لقد كان الوضع صعباً للغاية، فالأنوار مضاءة على مدار الساعة ولا يوجد شيء للكتابة عليه، كما أنه لا يوجد تواصل مع أي أحد ومن أي نوع. كان الأمر صعباً للغاية، وعلى الرغم من كل هذا الذي أخبرك به والذي نعلم جميعاً مدى صعوبته، وعلى الرغم من أننا خسرنا الاستئنافات وما إلى ذلك، عندما كنت أستيقظ صباحاً دائماً كنت أركز وأقول هذا يوم آخر وهو يوم أقل، فاليوم الذي سنعود فيه إلى الوطن سوف يأتي حتماً، لا نعلم متى لكنه سيأتي. وكنت أقول في نفسي يجب أن تبقى حاضرة في ذهننا عبارة فيدال، سوف يعودون. فهو لم يقلها عبثا، في كل الرسائل التي كنا نتلقاها من الأشبال رواد الطلائع ومن الأطفال والكبار في السن والكثير من أبناء الوطن، كلهم كانوا يقولون لنا أنتم سوف تعودون، أنتم ستعودون إلى كوبا، أنتم سوف تخرجون، لأن فيدال قال ذلك. الشعب كان لديه إيمان وثقة كبيرة بأننا سنعود. أيها الجنرال، لن تعبر الكلمات عن مشاعرنا، لكن هناك كلمة واحدة تفرض نفسها وهي شكراً. نحن فخورون أكثر من أي وقت مضى بكوننا كوبيين. وكجزء من عملية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين كوبا والولايات المتحدة، تم افتتاح سفارتين في كلا البلدين في العام 2015. وفي ذلك العام سافر الرئيس أوباما إلى كوبا ليكون بذلك أول رئيس أمريكي يزور الجزيرة منذ 90 عاماً تقريباً. وفي خطابه في مسرح هافانا الكبير أقر أوباما بأن سياسة العزل التي مارستها الولايات المتحدة تجاه كوبا لم تنجح. Many people on both sides of this debate have asked, why now?
Why now? There is one simple answer. What the United States was doing was not working. The embargo was only hurting the Cuban people instead of helping them. And that's why I believe our grandchildren will look back on this period of isolation as an aberration. ومنذ ذلك الحين فصاعدا بدأت عملية معقدة للغاية مع وجود الكثير من العقبات على طول الطريق وبشكل أساسي، حيث إن العناصر والمكونات الأساسية كلها لهذه السياسة العدوانية بقيت قائمة على ما هي حتى اللحظات الأخيرة من إدارة أوباما، أي إن الحصار بقي قائماً والقاعدة الأمريكية في غوانتانامو أيضاً، وهذا على عكس ما كانت تطالب به كوبا لفترة طويلة من الزمن. ولا تزال نحن نقول إن لدينا خنجراً مغروزاً في عنقنا وهو الحصار، خنجراً آخر في ظهرنا وهو القاعدة البحرية في غوانتانامو، وهذان مطلبان تاريخيان من الولايات المتحدة، وأيضاً هناك برامج التحريض وما يسمى مجموعات حقوق الإنسان. هذا بقي قائماً أيضاً خلال عهد أوباما وبإصرار أكبر وكثافة أقوى في محاولة من قبل الولايات المتحدة لتخريب المسار الكوبي من الداخل تحديداً، أو على الأقل لزرع العناصر والعوامل اللازمة في الداخل الكوبي التي ستتولى التحفيذ من أجل التحول إلى الرأسمالية، وهو ما سعت وتسعى إليه الولايات المتحدة، حيث التحول إلى الرأسمالية سيؤدي حكماً إلى خضوع كوبا تلقائياً لمشيئة الولايات المتحدة. خلال الأعوام الأربعة من إدارة دونالد ترامب حصل تراجع كبير في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا بسبب التراجع عن الجوانب التي تعتبر خطوات إيجابية قامت بها كل من الدولتين. إن السياسة العدائية لهذه الإدارة تجاه كوبا سجلت إجراءات وأفعالاً غير مسبوقة، حيث شملت حظر رحلات السفن السياحية وتعليق الرحلات التعليمية والعلمية الأكاديمية بين الشعبين، وجرى إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى كل أنحاء البلاد باستثناء الرحلات إلى العاصمة هافانا، وقلصت سفارة واشنطن في عاصمة الجزيرة نشاطها وعدد موظفيها إلى الحد الأدنى، وأجبرت الكوبيين على السفر إلى بلدان أخرى لإجراء أي معاملة قنصلية. أما التحويلات المالية العائلية فاقتصرت على $1,000 كل 3 أشهر. كل ذلك تسبب في مصاعب كبيرة لدخل الكثير من الكوبيين. أيضاً اتخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد السفن وشركات الشحن المتوجهة إلى كوبا. وفي عام 2019 جرت معاقبة 53 قارباً و27 شركة ناقلة للوقود. أما تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب فقد مثل نقطة الذروة في جهود إدارة دونالد ترامب لمنع أي تحسن في العلاقات الثنائية. لا تنسوا شعار حملته الانتخابية وشعار إدارته: اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. ماذا يعني ذلك؟ إنه يعترف أنها لم تعد عظيمة كما كانت، وأن القوة الأمريكية ما زالت عظيمة لكنها ليست كما كانت سابقا، وأنه يريد العودة بأمريكا إلى تلك الحال. إنها بالضبط الرسالة الأساسية للفاشية والهتلرية والقوى المهزومة التي طمحت إلى أن تتحول مجدداً إلى قوى عظمى. بالمناسبة، فإن شعار ترامب هذا مطابق تقريباً لشعار ريغان من قبله. هو شعار خاص باليمين الأمريكي المحبط الذي يرى كيف يتحرك العالم في اتجاه آخر ويعتقدون أنهم قادرون أو أن لديهم القدرة على عكس مجرى التاريخ. لقد أحصى الخبراء أكثر من 240 إجراءً ضد كوبا اتخذتها الإدارة الجمهورية بقيادة ترامب، وفي أغلبيتها كانت إجراءات لتجديد الحصار بهدف خنق البلاد اقتصادياً وتقويض النظام الداخلي وخلق حالة من انعدام المحكومية لإطاحة الثورة. على الرغم من أن ترامب قد خلفه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، فإن ذلك لم يؤدي إلى أي تعديل على الإرث الذي تركه له سلفه فيما يتعلق بكوبا، بالرغم من أنه خلال حملته الرئاسية كان قد وعد باعتماد مسار مغاير في العلاقات مع البلد الاشتراكي. الحصار ما زال مستمراً وهو أكثر شدة في السنوات الأخيرة، حيث شمل جميع ناقلات الوقود التي تأتي إلى البلد.
فنحن ندفع نسبا إضافية وأسعارا يمكننا القول إنها أغلى من أسعار السوق العالمية من أجل الحصول على منتجاتنا الخاصة، وتحديدا لأن الذين يتاجرون مع كوبا يتحدون إلى حد ما قوانين الحصار ويواجهون أيضا هذه المخاطر، وهذا في التجارة العالمية يكلف أكثر. ليس لدينا عموماً إمكانية الوصول إلى التمويل المتوسط والبعيد الأجل، أي إن الاقتصاد الكوبي لا يسير بشكل طبيعي، وهو يواجه قيود الحصار، وأضف إلى ذلك يجري تجريم من يتعامل معنا. فنحن لا نتكلم فقط عن التجارة البينية مع الولايات المتحدة، إذ إنه يجرم أو يلاحق بشكل دائم وممنهج كل أولئك الذين يقيمون علاقات تجارية معنا من بلدان أخرى، أي إنها إجراءات تتعدى الحدود الجغرافية للبلدين المتخاصمين. إنهم يحاولون عبر البوابة الاقتصادية خنق الاقتصاد، والغرض واضح، ألا وهو محاولة خلق حالة من الاستياء والسخط بين صفوف الشعب، ومنع عجلة الاقتصاد من الدوران، والقضاء على قدرة الدولة على دعم منجزات الثورة الاجتماعية، أو أن يؤمن مستواً معقولاً من المواد الاستهلاكية التي يحتاج إليها شعبنا، وكل ذلك كي تسود حالة من الاستياء، وفي نهاية المطاف أن ينقلب الشعب ضد الحكم في كوبا. الاستفتاء الدستوري. فبعد نقاش مستفيض في طول البلاد وعرضها، صوتت كوبا بنعم لدستورها الجديد. فالدستور الجديد المعدل يدعم استمرارية الثورة والاشتراكية في كوبا، وبعد أكثر من 150 عاماً من النضال في مواجهة الإمبراطورية الاستعمارية الإسبانية سعياً للحرية والاستقلال والسيادة، لا نزال حتى يومنا هذا نناضل في وجه الإمبراطورية المجاورة الولايات المتحدة. وكما برهن تاريخنا الوطني مراراً وتكراراً، فإن لغز كوبا يكمن في وحدة شعبها. في عام 2018 تم انتخاب ميغيل دياز كانيل بيرموديس رئيساً للبلاد، وكان عمره 57 عاماً. عناق بينه وبين قائد الجيش راول كاسترو أنهى مسيرة بدأت منذ سنوات كثيرة، والآن ها هو الرئيس الجديد يعلن مسيرته وعنوانه الاستمرارية. بقي راول أميناً عاماً للحزب الشيوعي الكوبي حتى عام 2021، حيث انتخب دياز كانيل أميناً عاماً جديداً للحزب. Al margen de nuestras emociones y sentimientos por la historia viva y el liderazgo invicto de los que hoy traspasan responsabilidades y obra nuestra generación, hay una trascendencia imposible de soslayar. La generación del centenario del apóstol, guiada por Fidel y Raúl a lo largo de más de 6 intensas décadas, puede declarar hoy con dignidad y orgullo que la revolución socialista que hicieron a solo 90 millas del poderoso imperio, está viva, actuante y firme en medio del vendaval que estremece a un mundo más desigual e injusto después del derrumbe del sistema socialista mundial. Nuestra generación entiende la responsabilidad que asume al aceptar este reto y declara ante la generación histórica su honra y orgullo por dar continuidad a la revolución. Lo hacemos bajo el principio inmortalizado por Maceo: quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la contienda. Queremos decir a la generación histórica, a nuestros compañeros de militancia partidista y a nuestro amado pueblo: gracias por darnos la oportunidad de servir a esta dignísima causa por la cual estaremos siempre dispuestos a dar la vida. Más fácil no será dejar de respirar que dejar de ser fiel a su confianza. Somos Cuba. Cuba viva. Patria o muerte, venceremos.
إن إدارة الحكم بقيادة الرئيس ميغيل دياس كانيل بيرموديس تميزت بالقيام بجهد مهم للغاية في سبيل تحشيد روافع العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تعزيز التنمية الوطنية. ونذكر عندما تسلم مقاليد الرئاسة في البلاد عام 2018 أنه أعلن عن 3 ركائز للأداء الحكومي: أولاً التواصل الاجتماعي، ثانياً نشر المعلوماتية في المجتمع، وثالثاً وهو ما أريد تأكيده الآن أن العلم والابتكار هما من أعمدة العمل الحكومي. ولهذا الأمر سوابق كثيرة في كوبا، حيث إن تاريخ الثورة يمر تحديداً من هنا، يمر قبل كل شيء من خلال حضور القائد فيدل كاسترو، لكن أيضاً عبر حضور تشي غيفارا، وهو يزور هذه الجامعة بالذات، ويزور كلية العلوم في جامعة هافانا في العام 1963، ليطلب إليها التعاون مع وزارة الصناعة. لكن دعونا نفكر بفيدل. أنا أتذكر تلك الطرفة التي رواها توماس بورغ، حيث تحدث في أحد كتبه عن كاهن يرتدي زياً أخضر في مختبر مليء بمرايل بيض، وكان يشير إلى الفترة التي انغمس بها فيدل شخصياً وقاد انطلاقة التكنولوجيا الحيوية في كوبا. وفق الخبراء، فقد كانت حياة فيدال عرضة لأكثر من 630 محاولة اغتيال تم تنظيمها من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالتواطؤ مع القوى الأكثر ظلامية بين القوى المعادية للثورة، ولم ينجح أي منها. وقد عاش فيدال 90 عاماً، وفي وداعه الأخير في عام 2016، فإن الأغلبية العظمى من الكوبيين والكوبيات بكته كأعز الناس وأكثرهم قرباً من القلوب. الكوبيون المصدومون لرحيله ألقوا نظرة الوداع الأخير على قائدهم في جميع أنحاء البلاد، فالقافلة التي نقلت رفاته من هافانا إلى سانتياغو دي كوبا أعادت إلى الذاكرة قافلة الحرية حين عبر فيدل ومعه الرجال الملتحون سالكين المسار ذاته، ولكن في الاتجاه المعاكس بعد أن انتصروا على الدكتاتورية. وبينما كان الشعب يودعه، حضرت بقوة كلماته التي قالها في كانون 2 يناير من عام 1959: عندما أحتاج إلى القوة فسوف آتي إلى الشرق. فيدال شجرة تواصل نموها. هو الرجل الذي طبق حتى الرمق الأخير وبشكل كامل مبدأً ثابتاً، وهو: وجب علينا مواصلة النضال. كل ما فعله فيدال كان من أجل كوبا والكوبيين، من أجل الشعب الكوبي. وأعتقد أنه كما قال خوسيه مارتي وكرره القائد الحبيب تشافيز في مناسبات عديدة: الحب يقابله الحب. والقضايا التي دافع عنها فيدال كانت بشكل خاص قضايا استقلال كوبا وتحرر شعبها. علمت منذ سنوات عديدة أنه لا يحب المقابر، فقد حدثني ذات مرة أنه برأيه من الأفضل دفن أمواتنا بعيداً عن المنزل، بعيداً جداً عن المنزل.
ولطالما اعتقدت أنه يحب كثيراً أن يكون موجوداً في الهواء الطلق، في الريح، في غابات السيارا مايسترا، لكنه أدرك أن هذا الشعب يحتاج إلى مكان في شرق البلاد ليستمد منه القوة التي يحتاج إليها، وسيبحث عنها حيث يرقد رفاته بسلام. ولذلك أعتقد أن الأمر لم ينحصر بالقافلة فحسب، بل إن وجود رفاته في مكان محدد هو بحد ذاته طريقة لمنح شعبنا هذا المكان الذي يستمد منه الإلهام. لذلك أعتقد نعم، ربما كانت هذه هي التضحية الأخيرة التي قام بها من أجلنا. أنا لا أحبذ كثيراً الحديث عن هذه المواضيع، لكنني أفهم ضرورة الأمر. فبالنسبة إلي وكما قلت دائماً، إن كوبا التي لم يغب عنها خوسيه مارتي حتى بعد 100 سنة وأكثر لن تكون أبداً من دون فيدال، فهو باق معنا إلى الأبد. إنه المنهل الأكثر حيوية وعمقاً بالنسبة إلى الشعب الكوبي. فيدال وخوسيه مارتي هما المنهلان اللذان ستشرب منهما الأمة الكوبية كي تظل أمة كوبية. فيدال كان ينادي بالمقاومة والنصر والتطوير، أي أنه حدد منذ البداية ودوماً مفهوم التنمية على أنه جزء من المقاومة، أي أننا لن نقاوم الآن لكي نتطور لاحقاً، فتطورنا العلمي هو جزء من مقاومة الوطن بأكمله. وباء كوفيد-19 ألغى كما كان الحال في العالم بأسره الصورة الاعتيادية للمدن الكوبية، فقد عصفت الجائحة بكوبا بوحشية ولعدة أشهر، لكن البلد الكاريبي بقي محافظاً من خلال نظامه الصحي على استجابة فعالة ومتساوية للجميع في مواجهة الوباء. وكان الفعل الحاسم الذي غير المسار الكارثي للمرض لجهة سرعة انتشاره هو القرار المبكر بتطوير لقاحات كوبية خاصة لحماية حياة الشعب الكوبي. Capacidad de adaptación como sistema para no cambiar mucho. Y al contrario, lo que van a aprovechar esto es para vender más. Y van a vender caro. Y van a vender caro. Entonces, aunque haya otras vacunas, nosotros necesitamos la nuestra. Para también tener soberanía. فيما يتعلق باللقاحات، هناك عنصر جيوسياسي مهم للغاية. فالعالم اليوم يتكون من قسمين، الذين ينتجون اللقاح والذين لا ينتجونه. ولحسن الحظ فأن كوبا هي من بين الدول التي تسير في طريق إنتاج اللقاحات. ومن ثم هناك تقسيم ثان بين الذين يستطيعون شراء حتى وإن كانوا لا ينتجونه وأولئك الذين ينتظرون لشرائه. وهنا تكمن المشكلة الكبرى، أي أن الطلب أكبر بكثير من العرض، وحاجة العالم للقاحات مضادة لكوفيد-19 تفوق بكثير القدرة الإنتاجية. لذلك أقولها دائماً، إنها لنعمة كبيرة أن كوبا قد تمكنت من امتلاك لقاحاتها الخاصة بها. ونتيجة لذلك صار لدينا 5 لقاحات مرشحة، 3 منها تحولت إلى لقاحات بعد أشهر فقط من بداية انتشار الوباء. وحتى آذار عام 2022 تم تلقيح سكان الجزيرة بأكثر من 35 مليون جرعة من اللقاحات الكوبية 3، سوبرانا-2 وسوبرانا بلس وعبد الله. ومن خلال جدول تلقيح كامل تم تحصين أكثر من 9 ملايين نسمة من شعبنا الذي يعد 11 مليوناً من الكوبيين على أرض الجزيرة،
أي ما نسبته 89.3% من الشعب الكوبي، ثم توجت كوبا كأول بلد يقوم بتلقيح معظم أطفاله بدءاً من سن الثانية مستخدماً لقاحاته الخاصة ضد كوفيد-19. إنها ثمرة قرار تم اتخاذه في هذا البلد منذ أكثر من 30 عاماً، ألا وهو الاستثمار في العلم وفي قطاع التكنولوجيا الحيوية، وهذا ليس بفعل الصدفة. فعندما بدأت كوبا العمل في مجال التكنولوجيا الحيوية حينها لم تكن بعد علماً ناجحاً في العالم، كان هذا عاملاً مهماً، والعامل الآخر هو إعداد الكوادر البشرية. الموضوع الذي نردده كثيراً هو أن فيديل قال إن مستقبل كوبا ينبغي أن يكون بالضرورة مستقبل العلماء، قال ذلك في عام 1960. بالطبع هذه العبارة هي عبارة رؤية استراتيجية لامعة لا تقل أهمية عن عملية التماهي معها واتباع هذا النهج. ثم جاءت حملة محو الأمية، وبعدها مدارس الريف، وبعدها عملية إنشاء جامعات في كل المحافظات، وإرسال الكثير من الطلاب إلى الخارج لدراسة العلوم والتكنولوجيا. الناس يذكرون الاتحاد السوفيتي لأنه أكثر ما يتحدث عنه، لكن لم يكن فقط الاتحاد السوفيتي، بل ذهبنا إلى أي دولة من العالم باستثناء الولايات المتحدة لأنها لا ترغب في وجودنا هناك، ولكن المئات من الكوبيين سافروا إلى أوروبا وإلى كندا وأصبحوا علماء. كل هؤلاء الشباب العلماء عادوا إلى هنا متأثرين بمدارس فكرية مختلفة، كل منهم بحسب المكان الذي حصل فيه على شهادة الدكتوراه. وقد تم وضع كل هذه المعارف في بوتقة واحدة هنا لتتكون ثقافة علمية كوبية. هذه النتيجة هي ثمرة الاستثمار في البنية التحتية الإنتاجية، حيث نرى الكثير من بلدان أمريكا اللاتينية لديها مستوى جيد من العلم، لكنهم غير قادرين على تحويله إلى علوم تطبيقية. هذه أيضاً كانت استراتيجية من تصميم فيديل. هذه هي الحقيقة التاريخية. عندما ولدت فكرة هذا المركز، وعني بذلك المحادثة التي أدت إلى تأسيس مركز الهندسة الجزيئية، وقد تم ذلك خلال زيارة قام بها فيديل لمعهد الأورام السرطانية في عام 1989، حيث كان يتجاذب أطراف الحديث مع مجموعة من العلماء. وفي لحظة معينة سألهم فيديل: من هو أكبر منتج للجسيمات المضادة أو المضادات المناعية في العالم؟ فأجبناه حينذاك بأنها شركة بريطانية. فقال فيديل: وما مقدار ما ينتجه هؤلاء؟ فأعطيناه البيانات، فالتفت فيديل وقال: ألا تخططون لمنافستهم؟ ومنذ تلك اللحظة بدأ بتطوير فكرة مركز يجرى فيه البحث العلمي على أن يشمل في الوقت نفسه معامل للإنتاج المضادات المناعية. ومن غير أن نفقد إنسانية المهمة الاجتماعية التي نقوم بها كعلماء، بحيث أننا في مؤسساتنا لا نعمل من أجل كسب المال ولا نعمل لجعل العلم مصدر تجارة كبرى، رغم أنه على المدى الطويل ينتهي الأمر بأن يصبح التطور العلمي الذي أنجزناه قطاعاً مهماً بالنسبة إلى البلد وقابلاً للتصدير. فبعد 30 عاماً من ذلك التاريخ بات بإمكاننا اليوم امتلاك لقاحات ضد كوفيد-19، لأن ذلك القرار الأولي كان صائباً، ولأن القدرات قد تم بناؤها، ولأن الإمكانات البشرية صارت متوافرة، ولأن لدينا علماء مدربين ويمتلكون الكثير من المعرفة، وهم قادرون على فهم أي مرض جديد ومواجهته في فترة زمنية قصيرة، ليس فقط في موضوع اللقاحات، بل أيضاً في موضوع العلاج والتشخيص. إن الطريقة التي تعاملت بها كوبا مع الوباء ليست سوى ثمرة تلك الرؤية الصائبة التي راهنت على تطور العلم في البلاد. إنها إحدى القيم الأخلاقية للتعامل مع الحالات الطارئة والمستجدة، فالمثقف على الأقل المثقف الذي يتخذ من فيديل قدوة له، والمثقف الذي لا يفكر بنفسه وبما سيأتي، بل المثقف الثوري الذي يفكر في أشياء يجب القيام بها الآن. إن هذه المهنية في العمل الآني للمستقبل هي ما زرعه فيديل في جيلنا، وهو ما نحن ملتزمون بمواصلته. فيديل أصر على أنه لا يريد تماثيل تذكارية له. هذا هو أحد النصب لفيديل. هذا المركز مركز هندسة علم الوراثة وجامعة المعلوماتية وأيضاً مستشفى أميهارس والطاقة الهيدروليكية المتجددة ومنظومة السدود والمقار الجامعي في المناطق النائية، كل هذه الصروح هي نصب لفيديل. إنه يؤمن بمقولة مارتي عندما قال: إذا كانت الفرقة قد جعلتنا نضيع مرة، فيجب ألا تجعلنا نضيع مرة أخرى.
وقد تمكن من تحقيق هذه الوحدة، هو من قام بصياغتها، وعلى الكوبيين الآن أن يحافظوا عليها. لهذا السبب أعتقد أن الدين الذي نحمله له نحن كجيل كبير جدا، لكن بما أن جيلي سيذهب معه، فإن الدين أو الإرث الذي يبقى للأجيال الحالية هو ربما الدين الأصعب، لأن عليهم أن يأخذوا من التاريخ ما هو نافع، ما هو ثمين، وما هو خالد، وهو أي فيدال موجود كأحد الشروط الأساسية للخلود. خلال أكثر من 6 عقود بنى الكوبيون ثورة اشتراكية على أبواب أعظم إمبراطورية وجدت على مر الأزمان. أمام هذا التحدي الهائل، قرر الشعب مع القيادة الثورية العمل على استمرارية العدالة الاجتماعية التي تمثلها الثورة والإرادة السيادية للأمة الكوبية ووحدة شعبنا للدفاع عن تلك الإرادة. هنا يكمن لغز كوبا. عندما كنا على وشك الانتهاء من تحرير الفصل الأخير من هذه السلسلة لغز كوبا، حصل حدث غير متوقع في بلدنا. ففي إحدى عطل نهاية الأسبوع، في صيف مليء فعلاً بتحديات هائلة، في ظل حصار مشدد بأكثر من 200 إجراء من قبل الولايات المتحدة، وأزمة طاقة سببها هذا الحصار بذاته، وأيضاً في خضم جائحة كوفيد-19 التي سجلت رقماً قياسياً في كوبا من حيث عدد المرضى وحالات الوفاة، أضف إلى ذلك قلة الموارد نتيجة لهذا الوضع برمته، ولدت جميعها نوعاً من العاصفة المكتملة الأركان. وفي إحدى عطل نهاية الأسبوع، في 11 تموز على وجه التحديد، وفي العديد من المدن الكوبية في عدة محافظات، حصلت أعمال شغب. وقد أثبتت المحاكمات اللاحقة ارتباط أعمال الشغب هذه بأنشطة التحريض التي نشأت انطلاقاً من أراضي الولايات المتحدة. قبل 30 عاماً وقعت أحداث 5 آب عام 1994، ولكن منذ ذلك الحين حتى هذا التاريخ، أي 11 تموز، لم يحدث شيء من هذا القبيل، وقد وضعت القيادة، لنقل القيادة الثورية الجديدة، على المحك. ومن البديهي أن معارضي الثورة لم يكن لديهم أي تصور بشأن قدرة المواجهة الموجودة لدى الجيل الجديد من قادة الثورة الكوبية، ولا حجم دعم الأغلبية العظمى من الشعب للثورة. أدركت أن هناك شعارات أعتبرها شخصياً إمبريالية تدخلية ورافضة لمشروع السيادة والعدالة الاجتماعية، وكانت تلك الاحتجاجات تنفذ بطريقة ما، وعلى الفور أدركت أن هذه المسيرة ليست لي وهذه ليست احتجاجاتي، بمعنى أن الاحتجاج على المشاكل التي لدينا أمر متاح، غير أن هذه الاحتجاجات كانت تتبنى شعاراً سياسياً أنا لا أتفق معه. هناك فكرة محددة خلصت إليها في ذلك اليوم بعد أن عينت العنف الذي ساد يومئذ، وخيمت الكراهية في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام ضد مشروع الثورة. أصبح لدي اقتناع ثابت، وهو أن أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن أن يحدث انتقال سلمي للرأسمالية في كوبا هم مخطئون. ففي كوبا إما أن يحدث تدمير فجائي لكل النظام أو تعميق للثورة الاشتراكية. في كوبا نشهد مرحلة مفصلية كما حدث قبل 100 عام، عندما قالت روسا لوكسمبورغ: الأمر المفصلي هو أما الثورة أو الهمجية. في كوبا ترتبط المشاعر المناهضة للإمبريالية ارتباطاً وثيقاً بالنضالات من أجل السيادة والاستقلال الوطني، بحيث إن نظريات الانقلاب الناعم وحروب الجيل الرابع لا يمكنها أن تلاقي النجاح الذي لاقته في سياقات أخرى. فهنا اصطدموا بهذه التقاليد، أي اصطدموا بلغز كوبا.
لقد تمكنا من الحفاظ على مسيرة العملية الثورية رغم الشح الذي عشناه طيلة 60 عاماً، وأعتقد أننا استطعنا ذلك بفضل الثورة. وأعود هنا إلى موضوع الثقافة، فالثورة تجاوزت حدود مؤسساتها وأضاءت بنورها كل مكان. فإذا ما نظرنا إلى تاريخ هذه السنوات 60، فسنجد أننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء، لكن أيضاً بفضل الأنوار الكثيرة التي أضاءت لنا الطريق والتي لا تزال موجودة وتمكننا من مواصلة احتضان بعضنا بعضاً وحب بعضنا بعضاً، فهذا هو جوهر القضية. فالثورة والوطن بالنسبة إلي هما شعور بالحب. Debió acordar.